السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخدم أنا وياكم إن شاء الله مادة الإنجليزية سنة ثالثة إعدادي. وصلنا اليونيت 10 هوبيز، هما الهوايات. الوحدة العاشرة الهوايات. أولا وقبل كل شيء بغيت نشكر كاع الناس اللي متتبعين القناة ديالي، شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا على التعاليق ديالكم. وكنقول لكم ما تنساوش أي فيديو شفتو ما تنساوش تخليو لايك وتخليو شي تعليق زوين، واي حاجه بغيتوها خليوها في التعليق ديالكم. المهم شكرا على حسن المتابعه ديالكم، وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. اذا الوحده العاشره هوايات، عندنا communication. It's Friday afternoon. Philip, Yakita, Yusuf and Tom are talking about their future plans for the weekend. إذن هذه العشية ديال أو الزوال ديال الجمعة. فيليب وياقيتا ويوسف وتوم غاديين تيخططوا الخطط المستقبلية ديالهم في هذا الويكند اللي جاي. غندوزو الديالوج نمبر 2 between ياقيتا and فيليب. Hello فيليب. What are you doing this weekend? Oh, nothing much. I'm watching Harry Potter. It's a new film. Well, you come with me? No, thanks. I'm playing music. Never mind. See you on Monday. إذن هنا ياقيتا قالت لفيليب Hello, مرحبا فيليب. What are you doing this weekend? اش اللي غادي دير في هذا الويكند؟ الويكند هو السبت والحد كيف كنعرفوا نهاية الاسبوع. او nothing much، ماشي شي حاجه كثيره. I'm watching Harry Potter، غادي نشاهد الفيلم ديال هاري بوتر. It's a new film، فيلم جديد. Well, you come with me، واش بغيتي تمشي معايا؟ قالت لي ياكيتا No thanks، لا شكرا. I'm playing music، غادا تعزف الموسيقى. Never mind، هي لا يهم. See you on Monday، نشوفك أو لا أراك يوم الاثنين. غندوزو للديالوج نمبر 3 between يوسف and Tom. What are you doing this weekend? I'm traveling to Marrakesh. Really? What time are you leaving? At 7 o'clock a.m. Marrakesh is a wonderful city. Can I travel with you? Yes, you're welcome. Let's meet at the train station tomorrow at 6:30, shall we? Okay, see you then. إذن يوسف قال لهم What are you doing this weekend? أش اللي غادي دير في هاد نهاية الأسبوع؟ قال لي I'm traveling to Marrakesh. غادي نسافر لمراكش. travel هي السفر، traveling غادي نسافر. really حقا. what time are you leaving؟ اشنا هي الوقيته اللي غادي تغادر فيها؟ قال لي at 7 عندنا جوج الاصفار o'clock هي السبعة واقفة. am الى عندنا مثلا 7 الصباح 8 الصباح 9 الصباح حتى 12 عاد تندير pm. اما الى عندي باش تنفرق ما بين 12 تاعت العشيه تنديروا فيها بي ام، كنبقى غادي نازلين بي ام، و 12 الليل كنديروا فيها اي ام. وحنا نازلين 12 الليل وحده الليل وهذا تنديروا اي ام باش تنفرقوا ما بين 12 تاعت العشيه و 12 تاعت الصباح و 7 العشيه و 7 تاعت الصباح، هكا كنفرقوا بهم اي ام. وبيان قلنا بي ام هذه العشيات وهذه الصباحات، مفهوم؟ إذن مراكش is a wonderful city، مراكش مدينة رائعة، wonderful رائعة، city مدينة. can I travel with you؟ واش يمكن لي نسافر معك؟ yes نعم، you're welcome مرحبا أو لا على الروح. let's meet at the train station tomorrow، غادي نتسناك غدا في لاكار إلا بغينا نقولو، مع 36 دقيقة 6:30. إذن غنديرو إي إم باش نعرفوها بأنها 6 تاعت الصباح، حيت هو غيسافر مع 7 الصباح. shall we
Okay, see you then. إذا دابا غادي نمرو الإكزرسايز نمبر 1 في بيج 83 write true or false, then correct the false statements. إذا اكتبوا صحيح أو خطأ ونصحوا هاد الجمل اللي عندنا الخطئين. عطينا هنا example, it's Saturday afternoon, false, it's Friday afternoon. فهذا في الديالوج نمبر 1, it's Friday afternoon. بالنسبة statements number 1 عندنا Harry Potter is the name of a cinema. واش Harry Potter اسم ديال سينما؟ لا. إلا رجعنا للديالوج, Harry Potter is a new film. هو فيلم جديد ديال Harry Potter. إذا قلنا هو it's a new film, it's not the name of cinema, ماشي هو اسم ديال سينما ولكن هو اسم ديال فيلم. إذا number 2, Philip is watching a film at the weekend. واش Philip تيشاهد غيشاهد الفيلم في الويكند؟ إذا true, هادشي اللي قالينا في الديالوج. فسولاتو يا كيتا قالت لي What are you doing this weekend? قال لها nothing much. I'm watching Harry Potter. It's a new film. Then true. Now number 3. Yakita is going to the cinema with Philip. Then false. Yakita ما باش تمشي للسينما مع Philip. إذا false. حيت لرجعنا للديالوج قال لها well you come with me, واش تمشي معايا؟ قالت ليه no thanks. إذا false, she is playing music, هي بغات تعزف على الموسيقى. Tom is traveling by car, واش توم بغى يسافر في السيارة؟ car هو هي السيارة. إذا بغى يسافر في تران. حيت لرجعنا هنا للنص فاش قال ليه let's meet at the train station tomorrow, بيت سنا في لاغار لغد ليه مع 6:30. اذا ماشي غيسافر في السياره ولكن بيسافر في الترين. اذا توم قلنا is traveling by train not by car, ماشي على ماشي بالسياره ولكن في القطار, ما غاديش يسافر في السياره ولكن بيسافر في القطار. And now number 5, Yusuf is traveling with Tom. واش يوسف غا يسافر مع توم؟ نعم. True. غنمرو exercise number 2, what are you doing this weekend? اش غادي دير في هاد نهاية الأسبوع؟ Listen and repeat. عندنا هاد الديالوج هذا. سؤالي كنطرح مثلا what are you doing on Saturday evening? اش اللي غادي دير في العشيه ديال السبت؟ هنا I'm listening to music, وعطينا هاد البيكتشر هادي. اذا غنتصنت للموسيقى. What are you doing on Saturday Sunday evening, واش اللي غادي دير في العشيه ديال الاحد؟ I'm going to the movie, I'm going to the movie. إذن غادي نشاهد فيلم, إما تنقولو موفي ولا فيلم. نمرو exercise number 3, choose 3 things to do on Saturday and 3 things to do on Sunday, then ask and answer your partner, write morning and morning, A afternoon, E evening. إذن من هنايا غادي نشوفو وغادي نديرو بحال هاد الامثله اللي عطينا هنا الفوق. عندنا اش اللي غنديرو في ساتردي؟ ساتردي سبت ساندي الاحد. ايت اوت ناكل على برا, بلاي تشيس لعب سترونج, جو تو ثياتر نمشي للمسرح, ليسن تو ميوزيك نتصنت الموسيقى, ريد ا ستوري نقرا قصه, دراو بيكتشرز رسم صور, بلاي فوتبول لعب الفوتبول, كوك والطبخ على حسب. اذا حنايا اش غادي نقولوا؟ عطينا اكزومبل هنا بحال اللي درنا في الفوق. What are you doing on Saturday morning? اذا او ما
اش اللي غنقوم به في الساتردي، اما مورنين اما افترنون اما ايفنين، على حسب. ممكن نقول what are you doing on Saturday morning، ممكن نقول what are you doing on Saturday afternoon، what are you doing on Saturday evening. مفهوم؟ وانا هادو هما الاعمال اللي غادي نزاول مثلا في السبت. هنا غادي نجاوب، فاش نبغي نجاوب غنقول ام، باش نقول eating، والverb نزيد ليه ing. I'm eating out، غناكل على برا. ولا I'm playing chess، غنلعب لعبة السطرونج. ولا I'm going to the theater، مفهوم. ولا I'm listening to music. ضروري هاد لي verb هادو غنزيد ليهم ing. حل I'm eating out، ناكل على برا، الفيرب زدت ليه ing. في play غندير ام playing، وانا غادي. مفهوم؟ بالنسبه للمسؤول على ساندي غنقول what are you doing on Sunday مثلا evening، ولا Sunday afternoon، ولا Sunday morning، على حسب. ونقول I'm reading a story، والفيرب نزيد ليه ing، ضروري نزيد الفيرب ing. I'm drawing picture، I'm playing football، I'm cooking. مفهوم؟ كنتمنى تكونوا استفدتوا معي اليوم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش ديروا لايك لعجبكم الفيديو.